تبارك الله عليكم وليداتي، كي درتو؟ كي بقيتو؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كي درتو شويه؟ كي دايرين مع هاد الطجه ومع هاد الشيء اللي طاري؟ الله يخليكم لينا، وعواشركم مبروكه، وتعيدوا بصحيحه جديده، وانتم وليداتكم واللي كينسب عليكم كامل. تنشكر وليداتي اللي واقفين معايا خارج الوطن وداخل الوطن، كنشكر الناس اللي كتصوني واخا ما عندهاش نمرتي، تيصونيو بحال دابا على عزيزه، على اشهبار، على بزاف الناس اللي كيصونيو عليهم. تنشكرهم الشكر الكبير. تنشكر خيتي ام شروق، تنشكرها مسكينه ملي جات في 8 الصباح هي مازال حتى لهاد الساعه. تنشكر الناس اللي كانوا واقفين معايا، وتنشكر حميد اشهبار الشكر الكبير، والشكر العزيز، والهلا خطاك حميد اشهبار على وقوفك معايا، وسامح في خدمتك وليدي. وتنشكر الاخ مراد الوانكم، تنشكر مراد الشكر الكبير، تنشكرك مراد الشكر الكبير، وشحال ما شكرتك مراد قليل حقك. لحقاش كنت كنشكرك ديما، ولاني اليوم اكدتي لي عمرك ما طيح من العين، عمر العين ما تعلى على الحاجب ولو يكون لي كان. شتي مراد كنت كنشكرك وكنت تنبغيك، ولا يمكنني ماشي بحال هذا النهار. هذا النهار راك بينت لي على الحب الكبير، وهذا النهار وهذا الورطه راك بينت لي اخ، بينت لي صديق، بينت لي ولدي، بينت لي خويا، بينت لي كلشي، كلشي بينتو لي. وتنشكرك على المحامي اللي جيتيه معاك، كنشكرك وكنشكر المحامي ديالك على وقوفه معايا، المحامي السي مراد الوانكم. وتنشكر المحامي ديالي القيسي، تحيه ليه من هذا المنبر اللي واقف لي في الدعوه ديالي. وتنشكر القضاء المغربي كله، وانا القضيه ديالي ما تسالتش هنا، مازال طويله القضيه ديالي اخوتي، ما تسالتش هنا، مازال طويله، ومازال اللي عنده شي يعطيه، وانا تحت امر المحكمه. وجيتكم وليداتي، كنشكر عزيزه جهاره، تحيه ليها اللي من 8 الصباح وهي هنا، وكنت كنقول انا داخل وتنقول غتكون قنطت ومشات بحالها، وما لقيتهاش قنطت. كنت كنقول حميد اشهبار غلقاه قنط ومشى بحالو، وما لقيتوش قنط. والناس تيعيطوا لجهاره عزيزه، وكلشي تيقول لها قولي لنا البدويه ما بانش الاخبار ديالها. المتتبعين اللي في الواتساب تنحييهم وتنشكرهم، والناس اللي كتعيط، والناس اللي وصحاباتي اللي عندي في الواتساب اللي ساندوني معنويا وماديا، صحاباتي بلا ما نقول اسماوات، هاللي باكادير، هاللي في طاليان، هاللي بلجيكا، كل وحده وبين. كنشكركم الشكر بلا ما نسميكم، وانتم راكم عارفين راسكم شكون. وتنشكر الناس اللي بخفاء، وتنشكر بنياتي اللي اليوم راهم مشوشين عليا، مشوشين عليا بزاف. تنعطيهم الرضا، مريم، رجاء، لمياء، وليداتي كلهم، ولدي اسامه انا كنعطيه الرضا، اللي هاد النهار قايلين محروقين عليا ومازالين ما سامعينش صوتي، حتى غتشوفوني في الفيديو نتوما الاولين، قسم بالله الصوت ديالي ما مسموع مع ولادي. وكنشكركم ونخلي هاد الناس هما يهضروا. وتحيه للمتتبعين كبيره خارج المغرب وداخل المغرب على الوقفه ديالهم اللي واقفين معانا. وتحيه للسي مراد الشريف اللي واقف معنا في الساره والضاره، وهذا هو الراجل ولا بالك. تحيه لمراد وتحيه للمحامي ديالو كبيره، وقد كلمته وقد دراعه، والرجوله والمعقول، بلا هادي الله يخليه لينا. وعاد اليوم بين لنا الحب ديالو الكبير، ما نقولكمش الفرحه ديالو، ما نقولكمش هو غادي تبارك الله، والسر كيهود معاه. الله يعطيه الصحة ويخليك عزيزة. السلام عليكم المتابعين ديال نعيمة، لاباس عليكم؟ بخير، الأمور في أمان الله. نتمنى لكل البنات تكون بخير على خير، لأن هذا النهار بزاف الناس اللي عيطوا لنا، بزاف الناس اللي سولوا على نعيمة. وبكل صراحة نعيمة مسكينة ماشي دايرة بزاف. خليني نكمل. خلي وخونا الله يحفظكم. حنا ضد الحضره، حنا ضد الحضره مشاهدينا الكرام،
حبيبنا لا للحكرة ولا للتعدو. السيدة بدوية مسكينة علاش غنحكروا على هاد الناس؟ علاش شنو دارت هاد السيدة مسكينة؟ شنو دارت؟ تحكرت اخوتي المتتبعين تحكرت. شكرا جزيلا المشاهدين الكرام، صراحة انا ربيت الرغبة ديالكم حيت القبيلة في اللايف قلت لكم واش نمشي عند المناعمة، قلتوا لي سير عند المناعمة. انا جيت لعندها لقيتها كتصور فيديو، اولا على سلامتها صراحة، لحظة الخروج ديالها من المحكمة كانت واحد الفرحة، ماشي بالنسبة لي أنا كمتتبع ديالها أو كواحد من الجمهور، لا كانت فرحة كبيرة لمجموعة ديال الناس اللي تضامنوا معها وكانوا جاو أمام المحكمة، رغم البلطجة رغم الشوشرة اللي حاولوا يديروا بعض الناس اللي بغاو يحفروا لأمي نعيمة، رغم كيد الكائدين إلا أن الله عز وجل فوق كل شيء ونصر هذه المرأة هذه، وهي خرجات سالمة غانمة ولله الحمد. وحنا جينا عندها إن شاء الله وغندوي معها واحد اللقاء صحفي بمناسبة التجاوز ديالها لهذه المحنة، وكنوجه شكر كبير للمحامي الوحش الأستاذ خالد الدودي على المساندة ديالو لأمي نعيمة وهيئة الدفاع كاملة بطبيعة الحال وجميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن اللي متضامنين مع أمي نعيمة، وشكرا لكم جزيلا. كنشكر السي مراد الشكر الكبير، هو وهذا حميد أشهبار. حميد أشهبار راه ما نقول لكمش، راه ولدي ما يديرش عليهاش، أختي عزيزة الله يكبر بيها، وخوتي اللي في الخفاء ما بينيش معايا معاوني ومساندني وتيقولوا لي احنا معاك في السره والضره. وتنشكر السي مراد اللي وجه لي جوج المحامين، واحد وصل واحد ما كسبلوش يوصل بعيد في واحد المدينه بعيده، تنشكره. وكنت واخا قال لي غنجيب لك جوج المحامين ما بالي ما تيقش وما استوعبش، ولكني فاش وصلت للبلاصه ما استوعبتش وما تقتش، ولاني كنشكر فخش مع الست الصباح كنشكر باللي هي كيحسبني غير كضحك معايا كنشكرك. لقيتو ركيزه وتكيت عليه من بعد الله تعالى سبحان الله، وهو كنلقاه زعما في جنبي بحال ولدي بحال خايب بحال، لقيتو في جنبي بكري لقيتو في جنبي وكنقول راه يكون مشى بحالو مشى لحالو، وهكاك لقيتو باقي مستمر ومعايني كنشكرك. والشكر قليل الحق. انا قلت لك شنو قلت لك؟ والبارح واقيلا باش عيطتي لي قلت لك شوفي، قلت لك حنا راه عندنا مي نعيمه وحده، قلت هاني راه ديما كنقول لكم المغاربه رغم ان عندها اخطاء رغم انها كدير بزاف ديال الحوايج خايبين، لكن كدير عاوتاني شي حوايج زوينين، تفكروا الحوايج الزوين اللي دارت تقولوا لي شنو دارت؟ راه ضحكاتكم، صنعت لكم الفرجه، علمت شي وحدين يطيبوا، ولاتنا الجماليه ديال الباديه ديال المغرب، ولاتنا الدجاج كيفاش كيتقلى في الزيت، عشنا مع لحظات جميله، عندها زله لسان كتبقى مرأة بدويه، هي كتعلم مع الوقت، حنا ما يمكنش غادي نحاسبوها بواحد الحاجه اللي هي كديرها عن غير قصد. انا قلت ليها صراحه، قلت ليها راه المغرب كامل عندنا أمي نعيمة بدويه وحده، ولا مشات لينا أمي نعيمة البدويه منين نجيبوا أمي نعيمة البدويه عاوتاني؟ الله يخليك. راه أمي نعيمة وحده اللي كاينه راه هي ذات قبلوا عليها هكا، اخطاها بصوالحها بزيدها بشي ناس قبلوا عليها. خليوا الاخ هاني حتى هو يقول كلمات. الله يخليك ان شاء الله. السلام عليكم وتحياتي للحضور الكريم، تحياتي لجميع المتابعين والمتابعات ديال أمي نعيمة، وشكرا لهم لان وقفوا مع أمي نعيمة وكيبغيوها وبقاو هازين الحمل على أمي نعيمة. وشكرا للناس اللي كانوا حاضرين في باب المحكمه، اقسم بالله الا جات واحد المتتبعه ديال أمي نعيمة قبيله وبقات كتبكي على البداويه، بقات كتبكي بدموع مسكينه واحد المتتبعه، قالت لك أمي نعيمة عندي عزيزه، أمي نعيمة البداويه كتبقى عزيزه وغاليه علينا، الله يعزها الله يرحمها، ومسكينه ومريضه وجات والله الا تما كاينه وقفت معانا وكتبكي. أمي نعيمة البداويه راه كلشي كيعرفها الحمد لله، واحد المراه اللي هي طيبه حنونه، ولكن لا اله الا الله وصافي شنقول لك. وحنا الحمد لله دابا فرحانين بالتواجد ديال أمي نعيمة معانا، حنا راه كنتواجدوا دابا في المنزل ديالها، وشنقول لك أمي نعيمة
الله يسهل عليك والله يوفقك والله يدير لك شي تصويبه ديال الحياه. ونتمنى ان شاء الله هاد الشيء هذا اللي وقع نتعلموا منه مره اخرى. بزاف التمام بزاف التمام هادشي اللي كاين. والمسطره راه مازال ندير المشاكل راسها. والمسطره دابا تحولات تحول الملف للضابطه القضائيه من اجل الاستماع للطرف الثاني موضوع النقاش، لان كاينه شكايه اخرى مقدمها نعيمه البدويه، فبالتالي السيد وكيل الملك عطى قرار باعاده الملف الى الضابطه القضائيه الضابطه القضائيه من اجل الاستماع الى الشكايه الثانيه. حيت الطرف الثاني موضوع النقاش بلا ما نذكر الاسم ديالو، كيبقى له طبعا الاحترام، القضيه عند القضاء والرحمه، الرحمه هي روح القانون والنطق بالحكم هو عنوان الحقيقه. وتبارك الله عليكم اخوتي، وهذا ما جيت نقول لكم، حسبي الله ونعم الوكيل في هذا العيد الكبير وفي هذا العواشر، وحنا اللي دار لنا القانون نتبعوها، واللي عطاها لنا القانون احنا معاه، والله يدير الخير للجامع وليداتنا، والهلي يكتب شي مكاتب اللي قبيحه على شي واحد. امين. واش غنقول لكم اخوتي، هذا الشيء راه طاح من السماء، احنا ما لوينا ما استعلمنا، هذا الشيء طاح من السماء، الله يجعله حس خفيف. امين. الله يجعل هذه التوبه. امين. الله يدير سويد الخير. هادشي اللي كاين. والناس اللي تيحفروا وتيدعموا، تنقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وهذا حد كلامي خوتي. المسطرة مازال قانونية خدامة، وتبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم أخوتي. السلام عليكم.